كل بنت بتتفرج على الفيديو ده يا ريت تفضلي ورا حلمك. الحمد لله يعني وصلت بيهم مركز رابع ولسه مكملين في الدوري ان شاء الله على الصعود. فضل كبير قوي عليا من الكابتن احمد رمضان، هو اللي شجعني ان انا امسك درجة رابعة واتعامل مع الشباب والكلام ده، وربنا كرمني. انا بس دي بس لبنت، كل بنت بتتفرج على الفيديو ده يا ريت تفضلي ورا حلمك، يا ريت تحققي كل اللي نفسك فيه. اما تقوليش الفرق بين البنت والولد، عشان دلوقتي انتي بنت عادي، ايه يعني لما تنزلي وتدوسي على نفسك وتشتغلي مع ولاد. اهم شيء انك تبقى شخصيتك قويه، اهم شيء ان يبقى عندك صبر، اهم شيء ان يبقى اهلك واثقين فيكي واخواتك واثقين فيكي انك انتي تقدري تعملي حاجه زي كده. والناس يا ريت يعني في محافظه بني سويف تبص لنا بمنظر كويس. انا بشكر 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 كل الناس اللي وقفت جنبي وساعدتني، وانا فخورة بنفسي جدا واهلي فخورين بيا. ويا رب يا رب يا رب صوتي يوصل لعبد الفتاح السيسي ان هو بيساعد المرأة، ويا ريت كمان يقدر يساعدنا كمان على الكرة النسائية في مصر.